من حظ ما عشنا هذا الوقت نشهدوا في التاريخ بأن الأغلبية كانوا مجاهدين شباب، خصوصا في الولاية الرابعة هذه معدل السن قلنا تقريبا 20 سنة من هذا الشباب، منهم شكون فيهم عدد قليل من الطلبة تاع الجامعة وأنا منهم، فيهم عدد كبير من الثانويات وفيه شباب تاع الجبال على كل حال. إذن هذا الشاب كي يجي لازم يتكون، ما عندوش تكوين، تخل مدرسة التكوين هي الكاتبة الوحدة العسكرية، الشباب يدخل يتكون سياسيا وعسكريا. سياسيا لماذا؟ لأن في كل وحدة عسكرية كونا محافظ سياسي، إذن الشباب هذا يتكون سياسيا وعسكريا، هما اللي قاموا بالاستمرارية، هذا المهم. شباب هما اللي قاموا تكونوا في الثورة، هما اللي قاموا بالاستمرارية. مع الأسف الأغلبية شهدوا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.